احنا شنو نقعدوا نعملوا احنا لهنا بربي؟ اعطينا ترى هنا تاجر تاع عظام مثلا نخدم هنا 15 واحد ولا 16 واحد كل يوم ها هو يعرف في جميع الحالات. انتم ماكم منضوين تحت غرفه ولا ما عندنا حتى شيء، احنا سايبين في ارض الله يا راه. الزياره هذه في اطار اتفاق مع سيد ولي الجهه على زياره الولايه والوقوف على المشاغل وخاصه منها شغل المواطنين وما يتعلق بالاستثمار في الجهه. وانا زرت وقابلت مع الاداره الجهويه صباحا وزرنا كثير من مواقع السيد الوالي ضمن الزياره، واحنا ماشيين في اطار المساعده الفعليه والماديه على تخصيص الاراضي للمناطق الصناعيه. وزرنا منطقه ونعتقد ان احنا مش نتقدموا فيها بسرعه، واذنا اليوم في بتخصيص بتحويز وقتي لزوز عقارات طلبتهم الولايه في اطار ايضا مشاريع عقاريه هذوما باش تسهل فيهم الماموريه في اقرب وقت. وفما العديد من المشاريع اللي طلعنا عليها ميدانيا، وسنحاول اقامه شبكه علاقات في مستوى العاصمه مع الوزارات الاخرى المعنيه لتسهيل اجراءات احالتهم من اجل التنميه الجهويه. تعرفي قفصه هي في قلب الاهتمام الان، قفصه معناها فيها كثير من الاستثمارات الواعده التي يمكن ان تغير وجه المنطقه، ودورنا كاداره ودورنا كمسؤولين هو تسهيل. واحنا قمنا اليوم برفقه السيد الوالي والمديرين الجهويين بتحقيق تقدم في بعض العقارات اللي هي باش تتخصص بشكل سريع، اسبوع 10 ايام باش يتم تخصيصها. بتعرفوا الاراضي الاشتراكيه احنا خرجت من اختصاصنا وما عادش عندها اختصاص وزاره املاك الدوله. بالنسبه للعقارات القديمه احنا ماشيين في اتجاه اتمامها، ما هو محكوم بالقانون القديم باش نسرعوا فيها، والاختصاص الجديد موجود عند السيد الوالي بمقتضى القانون والاوامر نتاعو تقدمت وباش تصدر. وبطبيعه الحال احنا قربنا والدوله قربت الخدمه والقانون قرب الخدمه من المواطن بايكال الامر الى الساده الولايات. احنا في وزاره املاك الدوله للشؤون العقاريه خذينا قرار او عملنا ما يسمى بالوثيقه التوجيهيه لوزاره املاك الدوله للشؤون العقاريه المؤلفه من 7 نقاط. من أوكد ما فيها هو توحيد النصوص القانونية ضمن مجلة أملاك وطنية، وإحنا نعتقد اللي في ظرف 3 أو 4 أشهر تكون هذه المجلة جاهزة، لأن تقدمت فيها الأشغال بنسبة 60% الآن. ألور يمكن في 3 أو 4 أشهر إن شاء الله نأمله قبل الصيف نعدوها على مجلس وزاري ومنها إلى البرلمان حتى يصادق عليها، وهذه ستكون مكسب لإرساء شفافية حقيقية على العقار الدولي، وحتى الشعب التونسي يعرف النصوص القانونية التي تحكم العقارات الدولية. المسألة الثانية، الأملاك العمومية كما تعرفوا متوزعة ومتنوعة، وتونس ثرية بأملاك عمومية. تونس عندها مدخرات وأملاك كبرى عقارية، وهذا جيد، هذا خلاهن أجدادنا، خلاهن الماضي. احنا توا دورنا هو أن نحقق شفافية على العقار الدولي، أن العقار الدولي يكون معلوم، ما يكونش بالغمة، ما يكونش مخبي، ما يكونش مش معروف، ما تلعبش به الأفراد، تبقى الدولة تمارس حقوقها عليه بشكل واضح وشفاف. إذا شنو الحل؟ هو أن توجد خريطة نسموها الخريطة الرقمية، لأن توا عصر رقمنا، الشفافية تقتضي الرقمنا، احنا إحداث خريطة رقمية للبلاد التونسية. هذايا من أوكد الأعمال التي تسهر وزارة أملاك الدولة وبدينا في الإجراءات. وثائقنا التوا الآن أبارتير دو برومي جانفي هي وثائق تخرج فقط من ليزابليكاسيون انفورماتيك، ما عادش تخرج من بطريقة إدارية عادية، وهذا إجراء سيسهل الشفافية. أيضا اقتنينا معدات لوجستية في الإعلامية اللي تخولنا إنشاء منظومة الرقمنة لإدارة الملكية العقارية، وهذا تقدمنا فيه وإحنا وصلنا لكونكريتيزاسيون، معنا في المواد مارس نبدو نصبه في المعطيات على اللوجيسيال اللي اقتنيناه. إذا تقفص مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.